انا ملي لقيت خويا ميت في مصلح الحادث، ملي جيت كنغوت خويا هذاك المجرم وعدني بجنويته، ضربني طيحني في الارض، تكرفص عليا، ضربني بسلاح ابيض في ايدي، ضربني على مستوى الفخذ ديالي، ضربني على مستوى الظهر، تكرفص علينا مزيان هذا السيد هذا. انا اللي بغيت نعرف، انا بعد ليله الحادثه مع الربعه ونص تاع العشيه ما جات لا لومبيلونس لا استافيت لا والو، انا هوت مضروبه حفيانة حتى الولايه باش طلعت المخزن المسرح الجريمه، عاد مشيت للسبيطار عاد لومبيلونس جات. واش عباد الله لومبيلونس كتقول لك واش كاين الدم اللي نجو؟ واش بغيتو تيكون الدم اللي تجيو؟ وها هو الدم شتو دابا، ها هو الدم كاين، عتقونا عباد الله، عتقونا، ساندونا، خذوا لنا حقنا، خذوا لنا حقنا عباد الله. هاد السيد اللي ما درا ولد الوطن، ماشي ولد عبد اللطيف وولد ليلى، راه ولد العالم ومشى شهيد لانه مغادرينو مدورينو ثلاثه الناس. عيب وعار هادشي اللي كنشوفو في دوله الاسلام، عيب وعار هادشي اللي كنشوفو، عيب وعار. حشومه، انا كناشد جلاله الملك محمد السادس، ها العار تاع الله وتاع وليداتك، راه اليوم الدنيا وغدا الاخره، الا ما خد لينا حقنا في ود العوينه راه خرج لينا ضيعنا في هذا الشاب. انا بغيت الحق هذا السيد، حق الاعدام، انا ما بغيت والو، انا بغيت هذا السيد يتعاقب بالاعدام، ما يهبطوا المؤبد، ما يهبطوا المعدد، ما بغيناش يتشد الاعدام. انا بغيت ليه الاعدام، وهذا الشيء يطبق، يطبق كما دخلتوا على الخط ديال الطفل عدنان وعلى 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 القضيه ديال حنان، دخلوا معنا على الخط ديال زهير، دخلنا عليكم بالله. اخواننا المغاربه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، تعاطفوا مع اخوتكم، تعاطفوا معايا، راني ضعت في خويا، راني ضعت في كبدة تاع عباد الله، راني جاتني حاله نفسيه صعيبه، راني تصدمت، راني دخلت في هستيريا لانني كنت حاضره ليله الواقعه. العار محمد السادس، دخلنا عليك بالله، وعار وليداتك وعار ميمتك، لما دخل معنا على هذا الخط ديال عاشر زهير، خذ لي حقي، انصفني، انصفني يا محمد السادس، انصفني، انصفني. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.